أما اليوم والله حبيت نستغل الفرصة من أجل رفع اللبس عن الحاضنات، عن تعريف الحاضنات وعن الناس اللي ما تعرفش الحاضنات، يعني مع أنه يعني كل شيء متوفر في جوجل، ممكن يعني تكتب حاضن انكيبيتور في جوجل يخرج لك، يعني يكون عندك جميع المعطيات. ممكن نبدأ. شوف، تمثل الحاضنات باختلاف أنواعها وأهدافها أحد أهم أنواع الدعم التي يتم تصميمها لمساندة أصحاب الأفكار الخلاقة والابتكارية الجديدة من أجل إقامة المشروعات الجديدة خاصة ذات الطابع التكنولوجي منها. وهذا هو الشيء اللي معروف عن العام الخاص، هو أنه الانكيباتور راح يعمل إلا مع الزونتربريز إينوفونت، مع إينوفونت، مع الشباب اللي عندهم أفكار، عندهم مبادرات يعني إينوفونت في هذا الإطار، ومساعدتها على التكوين والنمو والتطور من خلال توفير الدعم المادي والمعنوي وكذا الهيكل التنظيمي. دون أن ننسى أن الحاضنات كذلك زيادة عن دعمها للمؤسسات الناشئة هي الستارت اب، لها دور في تطوير المؤسسات المصغرة والصغيرة من خلال حاضنات اللي ممكن نسموها حاضنات المشروعات العامة، بين قوسين ممكن نقول غير التكنولوجية، نخرج من سياق الستارت اب، وهي تلك الحاضنة التي تتعامل مع المشروعات الصغيرة ذات التخصصات المختلفة والمتنوعة في كل المجالات الإنتاجية الصناعية الخدماتية دون تحديد مستوى تكنولوجي لهذه المشروعات، وتركز في جذب مشروعات الأعمال خاصة منها الأعمال الزراعية، الصناعات الهندسية الخفيفة أو ذات المهارات الحرفية المتميزة من أجل الأسواق المحلية والإقليمية بالدرجة الأولى. أما يعني باش نعطيكم فكرة أكثر، لأن الحاضنات إحنا البرنامج اللي وضعناه مع السادة الوزراء راح نخدمه سير دوزاكس، الحاضنات اللي معروفة عند العام الخاص تحدثنا عليها، واليوم وهنا راح إن شاء الله راح نتحدثوا على حاضنات نتمنى تكون ذات طابع خاص. إذا تحدثنا ذات طابع خاص ما لازم نمدوا المعلومة، هو أنه اليوم عندنا أكثر من مليون مؤسسة للشباب المستفيد من قروض. هذا المليون مليون ونص ولا ما عندناش الرقم يعني صحيح، لازم نلقاو لها حل. كيف نلقاو لها حل؟ نلقاو لها حل من خلال ديزانكيباتور كاركتر سبيسيفيك، ولا ديزانكيباتور ذات طابع خاص اللي راح تعمل مع هذه المؤسسات. في هذا الإطار نتحدث عن إعادة دعم وبعث المؤسسات المستخاصة منها المستفيدة من القروض بدراسة الملفات إن شاء الله حالة بحالة، والاستفادة منها جميعا لبناء الاقتصاد الوطني. سيكون ذلك من خلال هذه الحاضنات ذات الطابع الخاص التي ستعنى بهذه المؤسسات، وهذا يعني بالدرجة الأولى التزاما ببرنامج السيد رئيس الجمهورية. وكامل شفنا السيد رئيس الجمهورية هو أنه كان عنده التزام خاص، خاصة مع الشباب أصحاب المشاريع، خاصة مع الشباب اللي استفادوا من قروض الدعم، اللي كان عندهم لقاءات مع السيد الرئيس وعندهم وعود، وإحنا رانا هنا ملتزمين باش نوفوا بالوعود تاع السيد رئيس الجمهورية.